السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا الباج اللي عندكم في لو ليفر ميز ابرنتيساج الباج 195. alors غادي نخدموا على الباج 195 اللي عندكم في يونيتي 6 évaluation et consolidation. هذه هي اخر صفحه عندكم في لو مانيوال وبهذا لا فيديو غادي نكونوا سالينا الكتاب كامل. وصلنا لا فان ديال البروغرام ديالكم. ما غاديش تكون اخر فيديو حيت مازال غادي نخدموا ان شاء الله تصحيح ديال الموحد. وبهذه المناسبه كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا فريمون من لي فيديو اللي كنا كنديروا لكم ويكونوا عاونوكم في الدراسه ديالكم. الوغ نبداو على بركه الله. شنو طلبوا منكم قالوا ليك او بيان قالوا ليكم tu es sur le chemin de l'école avec ta petite sœur. Vous voulez traverser la route pour aller à l'école. يعني كاين في الطريق غادي انت واختك الصغيره غادي للكول بغيتو تقطعوا الشانطي. عطاكم اربعه ديال الاسئله عطاكم ا ب سي اي دي. alors la question a que lui conseilles-tu pour traverser la route. يعني اشنو كتنصح اختك باش تقطعوا الشانطي ولا باش هي ملي تكون بوحدها تقطع الشانطي. ب ا كوا دواتيل فير اتونسيون. يعني اشنو خصها ترد البال ولا مشنو خصها ترد البال. سي كومون لوي اكسبليك تو لامبورطونس دو ريسبي دو كود دو لا روت. يعني كيفاش غادي تشرح ليها الاهميه ديال لو كود دو لا روت. و دي بار لوي دي دونجي دو لا روت. هضر لها على الاخطار ولا المخاطر ديال الطريق. الوغ غادي نبداو ب ا كو لوي كونسي تو بور ترافيرسي لا روت. هنا غادي تعطيها شي نصائح اللي ممكن اختك تستعان بهم. الوغ غادي نبداو غادي تقول لها تو دو. يعني ها تو دو غادي ديروها في هاد الاول ديال الجمل. تو دو الي سور ان باساج بيتون بور ترافيرسي لا روت. ولا معروف ان البلاصه اللي كيقطعوا منها لي بيتون اللي هما الراجلين هي ماما الراجلين. هادي فاهمين عليها. يعني انت فاش غتنصح اختك ولا غتنصح شي حد ملي بغى يقطع الشانطي غادي تقول ليه قطع من ماما الراجلين. يعني شو علي tu dois aller sur un passage piéton pour traverser la route ou bien la rue. Tu dois être aussi vigilante sur les passages pour piétons qu'en dehors. Tu dois être aussi vigilante. يعني خصك تكوني حذرة vigilante بالنسبة للبنت ou vigilant بالنسبة للولد. Donc هنا كنهضروا على ta petite sœur يعني مؤنثة كتزيدوا un e. Être aussi vigilante sur les passages pour piétons qu'en dehors. يعني خصك تكوني حاضرة في ماما الراجلين واخا ماما الراجلين الأسبقية كتكون عند الراجلين. مي بارفوا كاينين دي كونديكتور كاينين شي سائقين اللي ما كيحترموش ماما الراجلين. يعني انت كراجل ولا اختك الصغيرة كراجلة واخا عندها الأسبقية وهي غادي تقطع من لو باساج بيتون ايل دو تيتغ تري تري اتونتيف. سينون tu dois regarder à gauche et à droite puis encore à gauche avant de s'engager sur la chaussée pour voir si des véhicules arrivent. يعني فاش كنبغيو نقطعو الشانطي كنشوفو على اليسار وعلى اليمين واش جايه شي طوموبيله ولا لا. عاد فاش يلا كنبغيو نزيدو كنعاود نشوفو على اليسار يعني الجهه منين كيكونوا جايين السيارات ولي لي فيلو ولا لي موتو. avant de s'engager sur la chaussée pour voir si des véhicules arrivent. voilà قبل ما تحط رجليك في الشانطي كتشوف على اليمين وعلى اليسار باش كتاكد. Sinon, tu dois traverser en marchant et surtout pas en courant pour ne pas risquer de tomber sur la chaussée. يعني غتقول ليها كو فاش كتبغي تقطع ولا فاش كتبغي تقطعي خصك تقطعي وانتي كتمشي ماشي وانتي كتجري. الاغلبيه ديال الاطفال الصغار كيقطعوا الشانطي وهما كيجريو. يعني فاش كتجري كيقدر يكون لو ريسك يعني كيقدر يكون الخطر ديال انك تطيح وسط الشانطي. فاهمين يعني الا غادي تقطعوا الشانطي قطعوه en marchant et non pas en courant. فوالا هادشي اللي نقدروا نقولوا في ا. تقدروا تستعنوا بهاد الجمل تقدروا تاخذوا منهم شويه وتبدلوا الاسلوب تقدروا ديروا جمل من عندكم في سكو فولي. غادي نشوفوا بي عندكم فيها ا كوا دو تيل فير اتونسيون. يعني شنو خصها ترد البال. غادي تقول لها سوا اتونتيف على لا سيتوياسيون دو لا رو نوتامون لورسك تو مي لو بي سور لا شوسي. فوالا خصها تكون اتونتيف كيما قلت لكم اتونتيف
بالنسبة للولد و attentive بالنسبة للبنت. غادي تقول لها سوا attentive à la situation de la rue, surtout ملي كتبغي تحطي رجلك فوق الشانطي و كتبغي تقطعي. سينو تقدر تقول لها fais attention à, regardez هنا عندكم fais attention à slash respecte la signalisation ordonnant de s'arrêter. Il a dit fais attention à, mais je le respecte. يعني اختاروا يا إما fais attention à ou la respecte. يعني fais attention à la signalisation ordonnant de s'arrêter ou la respecte la signalisation ordonnant de s'arrêter. La signalisation, on met les feux ديال les signalisations. كان الحمر بالنسبة للسيارات ممكن للراجل يقطع. كان الخضر بالنسبة للسيارات الراجل خصو يتوقف حتى تولي عنده الأولوية ولا الأسبقية ديال أنه يقطع. Sinon, tu peux dire fais attention aux conducteurs imprudents. Kainin bad sa'iqin li kikounou imprudents, li kikounou irresponsables, yani kidiro des actes li huma ghayr la'iqin. On chouffou C. Comment lui expliques-tu l'importance du respect du code de la route? Kifach ghadi tchrah lkhtik l'ahammiya dial ihtiram le code de la route. Alors hna ghadi nchrahou que le respect du code de la route est avant tout une question de sécurité personnelle. حنا علاش كنحترموا قانون السير؟ في نظركم علاش كنحترموه؟ الواحد مثلا علاش ما يقطعش الشانطي والضو الخضر كاين عند السيارات؟ حيت اوتوماتيكمون الا جا قطع والسياره دايزه غادي تضربو. حنا كنحترموا قانون السير اول حاجه. C'est une question de sécurité personnelle, يعني كنحافظوا على الامان ديالنا. كل واحد كيحافظ على الحياه ديالو. Et quand on parle de sécurité, c'est une question de vie. Voilà, parce qu'on parle de la sécurité de l'un, on parle de la vie de l'autre. Alors, pour se prémunir contre ces accidents, la meilleure façon est de respecter le code de la route. Parce qu'on parle de la rue, ou parce qu'on parle de les accidents, on parle de la loi de la rue. L'un ne peut pas faire de la chante, il ne peut pas faire de la mère de la rue, il ne peut pas faire وإلا كانت الأسبقية عند السيارات الواحد كيوقف كوم سا كنحافظوا على لا سيكوريتي بيرسونيل كنحافظوا على الأمان ديالنا فاش كنحافظوا على الأمان اوتوماتيكمون كنحافظوا على الحياة ديالنا يعني تقدروا تربطوا أن لو كود دو لا روت عنده علاقة بالحياة ديال الإنسان واخا هي الحياة يعني الأعمار بيد الله سي باغ لوي دي دونجي دو لا روت الوغ هنا طلبوا منكم باش تهضر لأختك الصغيرة على المخاطر ديال الطريق غادي تقول لها اون فيبل هنا غادي نذكروا با مال ديال لي دونجي اللي كيكونوا في الطريق الوغ اون فيبل فيزيبيليتي دو بيتون دون لا نوي ما بين المخاطر اللي كيكونوا بالنسبه لهادو مخاطر بالنسبه لشكون بالنسبه لي كونديكتور وبالنسبه لي بيتون يعني في الليل فاش كيكون طايح الظلام وكيكون شي واحد لابس مثلا الكحل ولا لابس بلو مارين ولا لابس شي لون اللي كيكون ما كيبانش هذا كيشكل خطر على الحياه ديالو السائق واخا يكون كيشوف مزيان بارفو في الظلام راه ما تيبانش ليه وكيقدر لا قدر الله يضربو سينو كونط ان بيتون اي بو فيزيبل لي ريسك داكسيدون سون بلوز ايلفي الوغ هادي بحالها بحال الاولى يعني بو فيزيبل كيكون ما كيبانش وهذا غالبا كيكون راجع للملابس اللي كيكون لابس Dans la rue, l'enfant piéton est particulièrement vulnérable. Dans la rue, yani fcharia, tifl piéton, yani l'enfant piéton, dak rajil fash kikoun tifl sghir, est particulièrement vulnérable. Alors hna vulnérable chno kanagnou biha? Kanagnou biha anno houa li mta'arrad bzaf lel khatar. Ou hatta kikoun houa da'if bennisba l yani lel tariq. Katlahdou blli mtalan ila kan chi shakhs kbir يعني شي واحد اللي كان ماجور الا كانت جايه شي سياره كيقدر كيكون عنده داك لو ريفلكس ديال انه كيدير واحد ردة الفعل كانت بان لي جايه سياره مثلا جايه بسرعه كبيره كيقدر يهرب كيقدر يدير واحد ردة الفعل باغ كونط دري عنده 3 سنين ولا دري عنده 4 سنين ولا 5 سنين حتى 10 سنين قليل فاش كيقدر يدير ديك لا رياكسيون يعني هنا كنقولوا كو لونفون ايلي فولنيرابل كيكون ضعيف في الطريق واخر حاجه تقدر تقول لها اون ريزون دو سا بوتيت تاي هنا كنعاود نهضروا على لونفون فو كو هي بنيته صغيره يعني كتحاول توعيها اون ريزون دو سا بوتيت تاي لا تاي هي فوالا لا تاي الجسم ديالو لونفون ا اون فيزيون ريدويت دي دونجي دو لا رو بانو ترو هو فواتور او كاميونيت اون ستاسيونمون انتردي لامبيشون دو فوار اي ديتر فو بعض المرات
يعني الطفل فاش كيكون صغير كيكونوا بارفوا دي فواتور ولا دي كاميون اللي كيكونوا مستاسيونين في جنب ديال الطريق، كيجي هو يبغي يقطع، هو ما كيشوف شكون جاي والناس اللي جايين ما كيشوفوش حيت الحجم ديالو ولا الطول ديالو صغير. فوالا هكا غادي نكونوا شفنا اشنو هما لي دونجي ديال لا روت، غادي نكونوا شفنا فوالا غنكونوا جاوبنا على الاسئله من بعد ما شرحناهم وشفنا الحلول ديالهم. وهكا غادي نكونوا وصلنا لافان ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بكاع لي فيديو اللي درنا، وكنتمنى لكم النجاح ان شاء الله.